أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى أم يجعل
وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله.